سفيرة للإنسانية عاشقة لأعمال الخير، سامتها وحيويتها ميزوها لتصبح وتكرم كونها المرأة الاستثنائية لعام 2016. هذا الفيديو اللي شفناه في البداية هي مراحل ومقتطفات من مسيرة هذه المرأة الاستثنائية، يمكن شفناها في العمل الخيري، شفناها في عالم الموضة، شفناها في عالم الصحافة، شفناها في كذا عالم مختلف. لذلك هي مرأة استثنائية لعام 2016، هذه المسابقة اللي تم إشراكها فيها، هي ما تقدمت الاشتراك ولكن تم إشراكها في هذا، وصوتوا متابعيها ومحبينها أن هذه فعلا تستحق هذا المسمى. ضيفتنا نرحب فيها الحيوية والنشطة دائما لنا الرشيد، حياك الله أستاذة لنا. الله يحييك، مرحبا فيك. شكرا على هذه المقدمة الرائعة، مشكورين وما قصرتوا. أنا جدا سعيدة أني أكون في برنامج مسائي، هذا البرنامج المحترم الراقي، وأنا جدا يعني دائما أنتقي البرامج اللي أطل فيها بحكم الخبرة. صرت قبل كنت أستانس أطلع في كل برامج، بس الآن يعني الحمد لله في برامج مميزة أحب أكون جزء فيها أو ضيفة فيها، وأنتم أحدى هذه البرامج، فشكرا على الاستضافة. حياك الله، وإحنا نشكرك قبولك هذه الدعوة، وشكرا لك على هذا الإطراء الطيب، لكن أنا ما راح أحميك من الأسئلة، راح نسأل أسئلتنا. هذا اللي قلت عليه. حياك الله أستاذة لنا، ويا هلا مرحبا فيك. بداية ألف مبروك على هذا اللقب، لقب المرأة الاستثنائية، وأتمنى أنك أنت تصححين في اللي أنا قلته، إذا في هو صحيح أم في شيء للتصحيح. نعم. هل فعلا تم إشراكك بدون علمك والتصويت، وشنو عبارة عن شنو هذه المسابقة؟ هي شركة خاصة عالمية، هذه الشركة بعثت لي إيميل، لأن أنا إيميلي أصلا موجود يعني بالبروفايل مالي أونلاين، فقالوا لي إن إحنا رشحناك من بين 12 امرأة خليجية بمسابقة المرأة الاستثنائية 2016. فأنا طبعا كنت سعيدة يعني إنهم زينوني، يعني اختاروني من أحد السيدات. فكان في التصويت ثلاث أنواع: اللجنة والراعي الإعلامي لهذه المسابقة والجمهور. فكنت اصلا مستانسه اني احدى المرشحات، بس استانست اكثر اني انا فزت بتصويت الجمهور اونلاين، يعني لدرجه ان الشركه دقوا علي قالوا لي ان الويب سايت هنق شوي شوي. ما شاء الله، في تفاعل من الناس. من اسعد لحظات حياتي، لان اعتقد حب الناس هو من احلى الاشياء. شلون كونتي هالحب؟ شلون كونتي هالناس؟ شلون كونتي هالمجموعه اللي انت ما توقعت انه يصير فيها هذا التنافس الكبير من وجهه نظرك؟ يعني انا يعني اولا انا انسانه طبيعيه مبتسمة دائما، لا أتصنع يعني حتى لما أطلع في الميديا وغيرها، ويمكن لأني أحب الناس، فلأني أحب الناس الناس حبتني. يعني ما تكلفت وما طلبت أن الناس يحبوني، عملي هو اللي خلى الناس يحبوني، خصوصا أني أنا مثل بديت عملي في الكاستمر سيرفيس في الفندق وكذي، فكان عندي يعني ما شاء الله زوار يوميين لهذا الفندق ألتقي فيهم، أصبحوا أصدقائي إلى اليوم يعني من كم سنة. فلذلك شغلي وخدمتي وإخلاصي أتوقع هو اللي خلى الناس تحبني. بما أنك أنت ذكرت الفنادق، نبي نرجع معك إلى 9 سنوات مضت أعتقد. نعم. على هذا العمل إيش كثر عملتي فيه تقريبا؟ لا، عملت 9 سنوات. عملتي 9 سنوات. نعم. في إدارة الفنادق. يمكن. نعم. هذا على الكويتيين شيء جديد. نعم. وقد البعض يستغربه أو يشوف الكويتية تشتغل فندق، يعني خلاص مليون شغلة براسه، فيمكن العمل يختلف، الاهتمام بالنزلاء، الاهتمام بواجهة هذا الفندق، الاهتمام بإقامة المؤتمرات. شنو كان دور لنا بالفندق تحديدا؟ دور لنا بالفندق ان انا حبيت اني انا اتحدى نفسي. احنا كلنا اليوم لما نتخرج ونتجه الى العمل سواء في الحكومة او القطاع الخاص، نقعد في مكتب ويبوا لنا الشغل ونبتدي نتعلم الشغل. انا ما احب كذي. عمل مكتبي ما تحبينه؟ انا احب اكون استثنائيه من قبل. فقررت اني انا اتحدى نفسي واعمل في قطاع ما حد يعمل فيه، لاني احب اكون الاولى في شيء معين. يمكن انا مو ناجحه في كل المجالات، بس انا ناجحه في مجالات معينه ابدعت فيها، فدورت وين المكان اللي يناسبني. وين هالفكره طرت ببالك؟ فندق محض الصدفه على فكره. هي كانت، وحتى من الاشياء القصص اللي اول مره اقولها يعني من بالتلفزيون. زين الحمد لله، اول ما تطلع شيء لاول مره تعلن عنه لنا رشيد. اول ما قلت حق والدتي يعني اني بشتغل انا بفندق، كانت تقول لي لا شنو فندق؟ وين تشتغلين فندق؟ لا 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 لا، شو اقول حق الناس تشتغل فيه؟ قلت لها لا، يعني ما انت تشوفين الفندق كزائر، بس ترى في وراء إدارة كبيرة يعني تصنع أشياء يعني عظيمة احنا ما ندري عنها، احنا دائما ضيوف. فخليني أخذ هالتجربة وكذي،
والحمد لله اقتنعت. بعدين عاد لما شافت الانجاز والنجاح صارت يعني فخوره، يعني انه اي صح انا بنتي تشتغل في فندق وكذي. وعملتي فقط 9 سنوات وتركتي المجال؟ نعم، بس انا تدرجت طبعا من سيلز اكزكتيف في اداره المبيعات الى مديره اداره المبيعات والتسويق. لسبب تركتش لهذا العالم؟ لانه اتجهت الى مجله، يعني جبت شركه جريت ميديا قررت انها تجيب مجله في السوق اسمها ذا سيتي، تدعم المشاريع الكويتيه الصغيره بدون مقابل، مجرد دعم. وطبعا يمكن شويه انا يعني موهوبه نوعا ما، فهذه المجله اثبتت جدارتها بسرعه. انت اللي تديرين هذه المجله؟ نعم، انا ادير هذه المجله وكانت ناجحه جدا، وكونت من خلالها علاقات عجيبه. انا اليوم تجمعني علاقه مع يمكن 90% من اصحاب المشاريع المشاريع الصغيره. الصغيره. اي جميل. غير ان اصلا انا كنت من الاساسي اساسا بالفندق، لما يعني غيرت الفكر الفندقي. يعني احنا الفندق عندنا كاستمر سيرفيس، حفلات كذا كذا، بس احنا طبعا انا ومجموعه من الشباب سوينا اول معرض شبابي للمشاريع الصغيره، ومن بعده توالت المعارض الشبابيه وحتى الان هي قائمه الحمد لله. فهي كانت فكره من شباب كويتيين معاي في الفندق، قعدنا سويتوا ونفذناها، الفكرة نفذتوها. فكان هو اول ما معرض تشتاقين شبابي. تردين الفندق مرة ثانية؟ مو بلا مشتاق مرات اشتاق، بس ماكو حياة، اذا رديت الفندق ماكو حياة، ما عندي وقت اروح جارتي. إذا الحين أنت متفرغة تفرغ تام للجريدة لدعم المشاريع الصغيرة بالمجان. لا، الحين هذا المشروع ذا سيتي ماجازين قمنا ان احنا ندعم المشاريع الصغيرة. طيب بعد ذلك اضطريت ان انا اترك الكويت لمدة سنة تقريبا واتجه الى لندن لظروف خاصة. فبعد يعني الإدارة شوي من دوني ما كانت قادرة تسوي الفاين تونينج على قولتهم، فاضطرينا ان احنا نسكر، خصوصا بدخول السوشيال ميديا يعني اثر على المجلات المطبوعة، وكان السوشيال ميديا تو طالع والانستغرام يعني قاعد يظهر بشكل سريع وبارز، فشوية غطى على المجلات المطبوعة. فقررنا ان احنا نوقف هذا الشيء، ويمكن ان احنا نعود مره ثانيه بما ان احنا رديت. انا الحين نرجع نسوي انت بس رديتي زياره الكويت اونلاين. ولا اقامه؟ لا، خلاص انا راده خلاص الحين، بس لاني انشغلت في العمل الخيري وايد، هذا راح خذ ناخذه قلبي بالوقت. يعني. العمل الخيري يمكن اللي شاهد الفيديو قاعد يشوفك تتنقلين عمل خيري، الصحافه، الموضه، وين انت بالضبط؟ اولا انا ما لي اي علاقه في الموضه نهائيا. ايش اللي شفناه بعد؟ انا موضوع الموضه لان انا كانت عندي مجله، وهذه المجلة تدعم المشاريع الشبابية، فعندنا مصممات أزياء كويتيات، فكنا احنا نسوي لهم الفوتو شوت، يعني نجيب المودلز ونلبسهم التصاميم الكويتية الكويتيات مصممينهم، ونسوي لهم فوتو شوت، وهذه الصور تعرض بالمجلة وتعرض في حسابات انستغرام لهؤلاء المصممات. صرت انت المودلز؟ فلا، مو انا الموديل، لا طبعا احنا كنا نجيب مودلز بس ونصورهم، بس انا كنت اشرف على التصوير. لذلك كانوا مصممات دائما لما نخلص التصوير يشكروني على ذلك، فيحطون صورتي في اكونتهم، فالناس حسب بالهم يعني صار عندهم لبس. وبهذه المناسبه احب اقول لك ان انا اليوم لابسه ايضا من مصممه كويتيه، وقررت ان كل لقاءاتي التلفزيونيه تكون من تصاميم كويتيه ان شاء الله. تصاميم كويتيه نوع من الدعم ايضا نعم. للمصممات الكويتيات. نعم. فبارك الله فيك. العمل الخيري الان، ومتى لفت انتباهك هذا العمل الخيري؟ لانك انت تكونين متواجده في العمل الخيري، مو فقط انه والله كحالنا كحال باقي الاسر الكويتيه والمقيمين، الناس الطيبه الكريمه الحبيبه اللي حابه تساعد اخوانهم سواء بالعلن او من غير ان يعلن عن هذا الامر، لكن انت اليوم حرصت انك انت تتواجدين بهذه الساحات تحديدا. متى بدا معك هذا المشروع؟ هو بدا معي طبعا من زمان، يعني من 5 سنين تقريبا، لما زرت دار الرحمة في اليمن. دار الرحمة في اليمن طلبت دعم إعلامي، وقتها أنا كان عندي المجلة، فاتجه لهم يعني رئيس المصورين عندنا في المجلة سيد عبد الرحمن اليوسف، اتجه إلى اليمن، سافر وصور الدار والإنجازات اللي بالدار وغيره. بعد ذلك لما رجع وشفت أنا الرحلة والصور، تأثرت كثير في هذه الفترة يعني فيهم وبإنجازاتهم. ففي الرحلة الثانية أنا رحت معه، فكنا احنا حرصت انك انت تروحين، اي قلت انا بروح. اي فزرت الايتام، كان تقريبا هناك وقتها 400 يتيم. لما شفت الايتام حافظين القران وطريقه شلون يقومون الفير يصلون الفير، يعني
حبيتهم خلاص، صرت متصلة فيهم عاطفيا، ما اقدر هذا احس وين كلهم في عيالي وين في لنا وين في في اليمن. في اليمن، رحت لليمن نعم هناك ايوه وجلستي معاهم كم يوم تقريبا؟ خذيت يومين يومين وشفتيهم بنفسك وباشرتيهم قعدت وشفتي عندهم الحياة. بالدار. اي راح انتقل حق هذه الحياة، انك تنقلين هذه الصورة للمشاهد الكريم، الاجواء اللي عشتيها واللي شفتيها واخر اعمالك الخيرية، ووين رايحة بهذا المشروع وفرقك التطوعية، وكيف راح يتم الدعم من هذا يعني امرأة استثنائية اكيد عندها مشاريع كبيرة في هذا الاتجاه. بعد الفاصل راح نتعرف عليها. المرأة الاستثنائية لمتى هذا يستمر هذا اللقب وفق هذه الشركة؟ سنة سنوي اللقب هذا، بس أنا سنوي ناوي أحافظ عليه يعني، ناوي تحافظين عليه. خذيته بس ما راح أرده. عليكم بالعافية. جميلة هذه الألقاب، تستانسين بهذه الألقاب؟ لا ما تستانسين فيها؟ عادي يعني، أنا استأنست فعلا لأن تصويت جمهور تبي صدق. تصويت جمهور، نعم فعرفت أن الجمهور متابعك والجمهور قاعد يراقبك وقاعد يعطيك مسؤولية أكبر، والجمهور يحبني. والجمهور بالتأكيد وأحبك من أعمالك، ففي متابعة مستمرة فأعطوك هذا اللقب وهذا التصويت، فهذا معناته شنو بالنسبة لك؟ أنك أنت راح تستمرين في هذا المجال، راح تدعمين أكبر في هذا المجال، هو تم بشكل تتكلم عام عن ولا عن العمل، العمل الخيري؟ عن العمل الخيري هو هذه المرأة الاستثنائية، المرأة الاستثنائية. لا بشكل عام بشكل عام نعم، جهدها بالنسبة للعمل الخيري والمتابعين وكذي، هذه قصة طويلة فأنا بختصرها لك بكلمتين. ليش أنا طوليها؟ الله يهداك، الناس تعرف السالفة كلها. عندنا وايد مواضيع، عندنا موضوع مهم بعد شوي بنحكي عن مفاجأة. ايه اليوم أنا ليش أصلاً طلعنا في هذه فكرة السناب، أن ننقل الحدث كله لايف حق المتبرع أو المشاهد، بعد المشاكل الأمنية اللي حاصلة والقصص والإشاعات الكثيرة صحيح والأخبار اللي كل ثانية، أنا حسيت أن هذا الشيء خلى المتبرع يتخوف من التبرع لأنه قام ما يدري وين فلوسه قاعد تروح. صحيح فهذا الشيء حال بين المتبرع اللي حاب أنه يتبرع وبين اللي يستحق هذه المساعدة. بالتالي احنا اليوم لما نكون أشخاص معروفين أو عندنا متابعين عددهم كبير، ترى موضوع تصوير الرحلة كامل يعني يتطلب جهد، يعني مو شيء سهل انك انت تنقل الرحله كامله، تنقل تفاصيل صحيح جدول الاعمال في كل رحله، واحنا انا يمكن سويتها الحين في 10 رحلات واكثر. ف آخر رحلة متى كانت تو هلا؟ الاسبوع اللي طاف انا الأسبوع رحت، اللي طاف، في راح وتنقلين هذه سنه الرحلة على سناب كاملة، كامله على سنابك الخاص أو سناب الخاص سنابي بالحمل؟ الخاص، ومرات بعد استعين بسنابات بعض المشاهير، بس الحين ليتلي يعني في الزيارات الاخيره صار ما عندي وقت، لان ما شاء الله ما شاء الله يعني انا اروح مع فريق تراحم للحدود التركيه السوريه، من كثر ما شاء الله عندنا انجازات كبيره ما عندي وقت انه ان ابدل تليفونات ما واللي، فعرفت اللي خلاص عندي سنابي وعندي يعني متابعيني، واللي ومتابعيني يقولون حق المتابع بعدين فتنقلين هذه الرحلة كاملة من كاملة باب من 9 الشفافية، صباحا. نعم من 9 الصبح تصورين اي لغاية 7 مساء تصوير كامل لايف 24 ساعة، يكفي الشحن ما يطفي الجهاز شنو؟ عندي 3 بورتبل. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ردود الأفعال اللي قاعد تحصدونها، بما انك انت دخلتي على العمل الخيري، كانت آخر رحلة اللي هي قبل أسبوع، أي نعم وين كانت؟ رأس السنة كانت في منطقة حدودية بين تركيا وسوريا اسمها أورفا، تركيا. فيها 700,000 لاجئ سوري. 700,000 لاجئ سوري. خلينا نتكلم عن الأيتام اللي قبل الفاصل اللي باليمن، تجربتك اللي كانت على يومين، كلمينا عن التجربة لما رحتي، يعني شنو كنتي متوقعة وشنو شفتي؟ ما أول مرة بحياتي أروح دار أيتام ومو بالكويت يعني، فلما شفت الأيتام إيش كثر مؤدبين وحافظين القرآن وحسيتهم، لأن يمكن أنا اللوك مالي مختلف يعني، دشيت أغني وكذي فاستانسوا علي يعني، فصاروا أصدقائي، فقلت لهم يلا إحنا الحين أنتم درستوا وكل شيء نظامي، الحين يلا نلعب ونستانس. فكسرت القوانين نوعا ما، طبعا استأذنت من مديرة الدار، فبالتالي تعلقوا فيني وصرنا نضحك وكذي، فما اقدر انساهم. واول ما دخلت كانوا وايد مستحين، بس عقب ما لعبنا وكذي صاروا يتهاوشون من يقول لي اغنيه ومن، فعلاقتي فيهم وايد وايد قويه، وهم في رمضان يرسلوا لي فيديو دعاء يدعون لنا يعني انا واهلي واصدقائي وكذي، فعلاقتي فيهم شويه مختلفه لانهم اول دار ايتام خارج الكويت ازورها. فغير يعني انت مستمره حطيتهم الجدول سنويا تزورينهم الحين ولا؟ ما اقدر ازورهم للاسف، واتمنى ازورهم. طيب هذه التجربه اللي كانت في اليمن، الان 700,000 لاجئ على الحدود السوريه التركيه، نعم
هذه الزيارة اللي كانت قبل أسبوع، نعم، شنو بالضبط الحملة كانت عبارة عن شنو؟ الحملة الخيرية، شنو كان نوع التبرعات، الناس اللي مشاركين معاك، شنو الفريق؟ نعم، أولا أنا لما بديت أتجه إلى القضية السورية بدعوة من فريق ليانا التطوعي، ورحت معاهم للحدود اللبنانية السورية، وزرت معظم المخيمات اللاجئين هناك والعشوائيات وغيرها. بعد ذلك في 2016 بداية السنة، يعني 2015-2016، رحت مع فريق آخر اسمه فريق تراحم التطوعي، ومؤسس الفريق هو السيد ناصر البسام. فرحت معاهم لأول مرة في رحلة رأس السنة، كان اسمها دفء الصفر، لأن كانت درجة الحرارة يعني -3 و4، فكانت هي حملة لتدفئة فيها فحم توزيع كذا. فلما رحنا كانوا هم أول مرة يأخذون أحد شوي معروف بالسوشيال ميديا كضيف، يعني خصوصا أن امرأة يعني مو رجل. فرحت معاهم حسيت شوية استغراب، بس الفيدباك والردة الفعل اللي حصلت وكمية التبرعات اللي صارت والأويرنس اللي صار يعني انعجبوا في الفريق، فحسيت ما ادري ألفة اصبحوا مثل اهلي. فحتى الاخت نوره البستام مديره الفريق النسائي في فريق تراحم اصبحت مثل اختي، يعني انا تقريبا يوميا اشوفها، دائما نتناقش شنو راح نسوي مشاريع. فبديت معاهم في 2015-2016، وانتهيت معاهم في رحله خيريه 2016-2017 في 7 رحلات خلال السنة. خلال السنة 7 رحلات، وآخر رحلة كانت اللي هي قبل أسبوع. اللي توها. قبل أسبوع. هذا يعني ما راح تتعاونين معاهم مرة ثانية؟ لا أو طبعاً ما راح أهدهم. معاهم مستمر. أنا يعني جزء من الفريق الآن. اللي هو فريق. تراحم تطوعي. تراحم تطوعي. نعم. أيضاً إذا في جهات أخرى خيرية ودعت وجهتك دعوة، هل أيضاً تروحين تشاركين معاهم؟ طبعاً أكيد. لكن أنت فريق خاص فيك تطوعي للآن ما قمتي، أو هذا مشروع قادم؟ ما يعني أتمنى أن يكون عندي الوقت والقدرة، لأن أنا أشتغل طبعا في القطاع الخاص كمديرة للعلاقات العامة والميديا في شركة خاصة، فشوية الوضع صعب. إذا قررت أني أتفرغ فأكيد أن أنا راح أكون يا أما عنصر فعال جدا في فريق تطوعي وأنضم له رسميا يعني، أو أني أنشأ فريقي الخاص، ولو أني أنا ماني بحاجة لفريق خاص، لأنه ما شاء الله الكويت رغم صغر سنها صغر حجمها سوري، لأنها هي فيها أكثر فرق تطوعية في العالم، وهو تقريبا 220 فريق تطوعي. فأنا أعتبر نفسي في كل الفرق، في كل هذه الفرق. ويعني أدعمهم جميعا، بس في نقطة أنا أدعم الرحلة اللي أروح فيها. نعم. عرفت قصدي؟ يعني مرات الناس بعدهم يرسلك فيديو مثلا، انشرينا هذا الفيديو. أنا أحاول مقلة إلا إذا شخص سافرت معهم من قبل وأعرفهم طبعا. نعم. أكيد. بس غير أنت لما اليوم تتكلم عن شيء لازم انك انت تروح وتشوف نفسك، وهذه يعني مسؤوليه كبيره. بالضبط. فانا مرتاحه جدا مع فريق التراحم التطوعي، وما عندي اي مشكله اني انا اكون في حاله وجود الوقت. اكيد اكيد اني انا اروح مع الفرق الباجي، اكيد بالعكس يسعدني. وانا اخر رحله في مع فريق ليان التطوعي رحت كينيا، وكانت يعني تجربة خطيرة. خطيرة بأي ناحية؟ صعبة جدا، يعني كمناطق وزيارة للمنطقة، يعني 18 ساعة بالسيارة، بس بالسيارة طريق 18 ساعة طريق. يعني جسديا خلاص. نعم. ما تقدرون. وكنا نحتسب الأجر في كل لحظة، لأنه يعني أنا تقريبا أول مرة بحياتي أقعد 18 ساعة بسيارة، مستحيل يعني. كان أصلا أنا ما أحب السفر، لكن الظروف أجبرتكم على ذلك. أجبرتنا، ورحنا فتحنا بيرر توازي ما شاء الله، وبعد ذلك زرنا جامعة المرحوم عبد الرحمن سميط، والتقينا مع معظم الناس اللي عملوا معه، وشلون هي كانت معهد صغير وكبرت وصارت جامعة كبيرة، والتقينا بالطلبة والطالبات، وإنجاز كويتي عظيم. نعم. للمرحوم. انت ذكرتي قبل شوي ان الوقت في حاله ان توفر وقت، صدق انت شلون قادره تنسقين في هذه الرحلات؟ مو قادره نسق في ظل هذا الوقت اللي انت مزدحمه فيه، والميديا احنا نعلم اليوم الميديا يعني وقته مو للانسان. نعم. ولا حق بيته ولا كله حق الميديا، ومهما اعطيته من وقت ايضا كانك انت مقصر في هذا العمل. فانت شلون قاعد تلاقين الوقت انك تروحين مثل هذه الصور اللي قاعد نشوفها؟ هذه وين في كانت؟ هذه في اليمن. هذه في اليمن. نعم. هذه الرحله لدار الايتام. نعم. هذه في اليمن، هذه في الحدود السورية التركية اللي قبل أسبوع، ولا من ضمن السبع رحلات؟ وهذا مثلا احنا نسوي دعم نفسي للأطفال في ملعب كبير يجيب 500 طفل 600 طفل، آخر حفلة يجيبنا 700 طفل. 4 ساعات نلعب معاهم نلون، ويعني كذي. شو كذا يسيطرون عليهم ما شاء الله 700 ميكروفون؟ عندهم ميكروفون. طيب
وهذه علم عشان الكويت. الألعاب والجوائز يسمعون الكلام، عرفت؟ فأنت راسمة عليه علم الكويت رسم. نعم أي. أنا راسمة علم الكويت، هي راسمة قطوة. هذه سيلفي مع ما أدري كم طفل ما شاء الله في القاعة. هذه الرحلة اللي قبل الأخيرة أتوقع. شلون استقبالهم لكم؟ شلون يستقبلونكم؟ شلون يقعدون معاكم؟ شو تحكون؟ شو يسولفون؟ شنو يقولون؟ شو يقولون يعني؟ ناس فقدوا كل شيء، انا عارف فاقدين كل شيء وفاقدين وأنا معاي. بالنسبة لي اليوم أروح بكمية من الحب، أروح بكمية من الخير، من أهل الخير والمتبرعين طبعا، أروح بمعنويات مرتفعة علشان أشحنهم حب ومعنويات مرتفعة وأمل، وأفرغ كل هذه المشاعر الحلوة عندهم وأرجع لديرتي الحبيبة اللي هي تعطيني هذا الشعور مرة ثانية. وانت راجعه شنو قاعد تاخذين منهم اللي قاعد تشوفينه؟ انا ادري فاقدين وطن، فاقدين ام، فاقدين اب، فاقدين امن، فاقدين استقرار، فاقدين دفى، فاقدين يعني كل طوفه شيء. تكون على طوفه بس يعني تلمهم على بعض. انا ادري فاقدين كل هذا الشيء، وانت راح تزرعين فيهم الامل والطمانينه والخير والمستقبل، انت شو تردين فيه؟ أنا أرجع مهذبة. يعني قبل لما كنت أفكر شلون أروح مثلا أتسوق، الآن يمكن أتسوق نص ما كنت أتسوق في السابق، عرفت؟ في الأكل أدير بالي، في وايد أشياء بحياتي اليومية صارت ما تهمني الكماليات يعني أصبحت آخر همي. وأنا سعيدة اليوم إني أنا وصلت إلى إني أهذب نفسي قبل لا إني أنشر هذا الدرس اللي لازم يشوفونه أطفالنا ومراهقينا، خصوصا في الوضع الحالي. إحنا عندنا ميديا مفتوحة، يعني صحيح السوشيال ميديا اليوم ما تقدر أنت تمنع أحد من أي تصرف، صحيح موجودة وأفيلبل، وكل الناس عندها موبايلات، وهالمراهقين وهالأطفال. فمثل ما يشوفون الشيء السيء، أنا حابة بعد أنقل لهم صورة شيء عشان يقدرون قيمة الأشياء اللي عندهم. وأتمنى أني أكون أنا وصلت رسالة بطريقة سليمة، بس أنا قبل لا أوصل الرسالة علمت نفسي والمحيطين فيني، فبعد ذلك قررت أن أنا إذن بعد هذه أكبر المشاهدات وبعد الرسالة. هذه الرحلات الخيرية تغيرت قيم كثيرة عند لنا طبعا أشياء 360 كثيرة. درجة 360 درجة كنت ترين أشياء، واليوم هذه الأشياء طبعا. أنا كنت أرى اليوم تشوفين أنها العمل الخيري هو الاستثمار الحقيقي للإنسان. يعني كل شيء أنت تسويه بالدنيا إيش كثر ينتهي. تغيرتي لنا في العمل الخيري؟ أنت إيش كثر تغيرتي على المستوى الشخصي 360 درجة تغيرت. من إنسانة إلى النقيض؟ أنا ترى يعني أنا طفلة والدي المدللة إلى قبل يا البرنامج، نعم يعني عرفت اللي قبل أيكم رحت له سلمت عليه وشي، يعني مع أن أنا مو أصغر واحدة في البيت لكن هو يعتبرني أصغر واحدة. بس أنا قررت أغير نفسي لأن العالم اليوم محتاج أن الشخص يعمل على نفسه. الجنة ليست بالتمني، إنها بالعمل. نعم فأنا عملت على ذلك والحمد لله. يمكن حتى ترى العمل، أنا محظوظة يعني لأن العمل الخيري هو اللي اختارني، فأنا محظوظة في هذا الشيء، نعم والحمد لله إني قادرة أوصله بطريقة مبتسمة. بارك الله فيك وبارك الله في جهودك. وأختم معك برأيك بالسوشيال ميديا، هل هي إلى زيادة أم هي فعلا تتجه إلى الفوضى، أم هي تتجه إلى الناس أصبحت ممكن تترك هذا المجال شيء فشيء؟ يعني هذا الناس ختام، المشاهدين ولا كمشاهدين كمتابعين في السوشيال ميديا، هل الآن أصبح السوشيال ميديا يفقد بريقه، أم هو في صعود، أم هو فعلا أصبح يستخدم في شكل بشكل سيء دون الشكل اللي أنشأ من أجله؟ فهمتك. أولا السوشيال ميديا ما راح يفقد بريقه، راح يظل راح بالعكس راح يزيد، وراح تطلع برامج جديدة وتكنولوجيا جديدة، وأنا مع ذلك وأحب ذلك، لأن مثل ما هذه التكنولوجيا توصل السيء هم قاعدة توصل الزين. وكل شيء في الدنيا في الجانب السيء والجانب الزين، لكن احنا نطلب من المشاهدين الكرام والمتابعين الكرام انتقاء الاشخاص اللي يتابعونهم، لان بالنهايه هم من يشهرون هؤلاء الاشخاص. نعم فانت اليوم لما تتابع شخص مفيد للمجتمع وتخليه يصير مثلا الشقيري، اليوم لما الشقيري يوصل بالمتابعين الى ملايين كلنا نفخر ان هذا الشاب طلع من برنامج صغير على قناة تلفزيونية، واليوم ما شاء الله برامجه رائعة الكل يتابعها، فبالتالي تشكر الناس على متابعته لأن هي اللي شهرته. لكن أنا لما أتابع أشخاص غير مفيدين
أنا قاعدة أزيد من شهرة ناس ما تفيد المجتمع، فبالتالي المتابع هو الذي يقرر من يصبح مشهور ومن كم مشهور عندنا ما يفيد المجتمع؟ وايد وايد عندنا مشاهير ما وايد تفيد إيه المجتمع. وايد وايد وايد. أنت من التابعين؟ أنا بحكم عملي أتابع الكل. بحكم الشخصي خلي عملك لنا نتابع منه؟ أتابع الكل الغير عشان مفيدين أعرف. بالمجتمع نعم ايضا، ايضا الغير مفيدين بالمجتمع لا التابعين أنا أتابع الكل علشان أعرف من المفيد ومن المو مفيد، تميزين ما بين. علشان المفيد أدق عليه وأقول له أبي سنابك في الرحلة الخيرية القادمة. بارك الله فيك لنا الرشيد سفيرة الإنسانية الإمرأة الاستثنائية، شكرا جزيلا على قبولك شكرا الدعوة، لك. استمتعنا بالحوار مع حضرتك. إذا الله حابة يكرمك. تقولين كلمة بالختام. أنا حابة أقول 3 أشياء. الشيء الأول، أطلب من المجتمعات العربية أو الغير عربية أنها تخفض صوت ترفها، لأن هناك أمم تتألم. حلو أن الإنسان يعيش الرفاهية اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه فيها، وأما في بنعمة ربك فحدث، لكن هم غلط أن ما نحس بمعاناة الآخرين. اليوم سواء في الحدود أو في سوريا أو في اليمن أو في أي دولة أو في مصر وغيرها، الموبايل والسناب والإنستغرام في يد الجميع، لأنه هو جدا يعني سهل. اليوم تمر اللي ما عنده فلوس يقدر يمر يم كافيه واي فاي يشبك ويشوف. ف شوي شوي على هالناس يتأثرون ترى. هذا أول شيء. الشيء الثاني، الأعيد مرة ثانية وأكررها، أن المتابعين الكرام أتمنى منهم انتقاء من يتابعون. والشيء الأخير، أولا أشكركم فيه على استضافتي في هذا البرنامج الرائع، ولك خاصة شكرا لك. وأنا عن نفسي سأستمر في مساعدة الغير حتى يسود الخير. موفق إن شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا، كل شكر لضيفتنا الكريمة المرأة الاستثنائية لنا الرشيد، مستمرين معاكم بعد الفاصل.